أخبار اليوم. معايا دقيقتين اتنين فوق تشوف اللي حصل لي، المأساة اللي أنا عايش فيها دلوقتي. مخزن؟ لا، شقة سكنية. العمارة فيها ثلاث سكان مفيش غيرهم. أهي 13 يوسف نجيب. ادوني دقيقة واحدة شوف المأساة اللي أنا عايش فيها عشان خدنا العيال وجرينا، وده باب الشقة التاني، ما نقدرش نقعد. سيبنا الشقة وسيبنا كل حاجتنا ونزلنا. تعالوا شوف مش جوه يا باشا. هاتي الحاجة اللي فيها مهلكة، هاتي حاجتنا. جاب الأطفال عملوا فيها إيه؟ كويس، بيهلبوا إيه؟ بيدوروا على إيه؟ إحنا عندنا إيه اللي بيدوروا عليه؟ تعالوا شوف الدهاليب بتاعتنا عملوا فيها إيه؟ مين بقى اللي بيدور؟ ما نعرف. أنا سبت كل حاجة وجريت، مشيت بعيالي وعيال أخويا. أروح أقعد أعمل إيه؟ أقعد أعمل إيه في النار اللي جايلي من كل حتة؟ يعني في حد دخل وفتش الشقه؟ امال العمل ده كده؟ انت ما كنتش موجودين في شقه ساعتها؟ ما نقدرش في النار دي نقعد فين؟ تعالوا حضرتك هات اي معمل جنائي من اي حته وتعالوا شوفوا اللي اتاخد مني وتعالوا شوفوا اللي انا فيه. تعالوا، انا مش بداعي، انا معروف للناس كلها في المنطقه دي، كلهم يعرفوني واسم البوسك كله يعرفوني. تعالوا شوفوا، لو بداعي حاسبوني. انا حتى اهي ما لمستش حاجه من دولابي، ما جيتش جنب دولاب اخويا جنبي في الاوضه اللي جنب مني. احنا هو مع ست اطفال وانا راجل عازب لوحدي وقاعد فيه. القرشين اللي معاه حطيتهم في الدولاب. بص ورقي اهو، افتح وشوف ورقي وشنطتي وحاجتي. شوفوها، ما بدعيش، ما بكدبش، مش عايز حاجه من حد. بس بقى بص، هلا بقى محروق، بيتي مخربان بالطريقه دي وتيجي تسرقني؟ ينفع؟ يعني انت مش بس البيت اتحرق، لا ده كمان في سرقه قدامكم. لو انا راجل مدعي الناس اللي في الشارع يقولوا لك. ما اعرفش اعرف من ايه، وكان في حد عارف حاجه ولا شيء؟ يعني لما الحريق حصل انت خدت اخوك واولاد اختك ومشيت؟ اخويا كلهم نزلوا، اخويا واولاده نزلوا وانا نزلت معاهم بنشوف. والسرقه حصلت بعد ما تم اخلاء البيت؟ بعد ما تم اخلاء البيت بدا الناس تيجي بقى بتهلب ولا بتخطف ولا بتعمل ما نعرفش. قال يا ماما يجي المعمل الجنائي من وزاره ينتدب حد من وزاره الداخليه يجي عين حاجتي. وشفنا راجل مدعي. مين اصلا عايشين هنا؟ انا صاحب المكان. كان شقايا انا وعيالي بقى خلاص اتدمرنا. انت ساكن هنا وحاطط بضاعه هنا؟ انا حاطط بضاعه ومخزن وفرشتي في الشارع، انا وعيالي شباب كلهم. الشباب كلهم خلاص ضاعنا، خلاص احنا كده اتشردت انا وعيالي. انا معايا خمسه، انا كده اتشردت. انا كده شقايا انا وعيالي اتدمرت فعلا. خسرت كم في البضاعه دي؟ خسرت من انا اكتر من 200,000 جنيه انا وعيالي في الشارع وهنا. مخازن بضاعه بنخزنها رمضان، بنستنى للسنه. واخد لهم شقق في المنيب بدفع اقساطها عشان اجوزهم. ده ابني عنده 25 سنه، عنده حسام عنده 22 سنه، واحمد 18 سنه. واخد لهم شقتين في المنيب بسدد، لسه معايا الاقساط بتاعتهم بسدد. بضاعه اتحرقت دي عليها اقساط؟ علينا فلوس، ده احنا مديونين في الشارع بنجيب فلوس. ده انا لسه جايب يوم السبت جايبين فواطير ما سددناهاش. ده غير شقا عيال وغير اقساط اللي انا بدفع لهم في شقتين في المنيب واخدهم لهم بالقسط. انا واحد من ضمن الناس عليه حوالي 100,000 جنيه في الازهر، وناس معروفه وممكن اديك اساميهم وتروح تتاكد من حساباتي عندهم. موجودين في الازهر بتوع قماش اكتر من 300,000 جنيه. يا اخي صل على النبي. يعني حتى في الشارع ولا في الشارع ولا اذكر الله. يعني خلاص بلعنا يا رب ما لنا غير. خلاص معلش. خلاص طيب. خلاص بيوت. وانا ساكن هنا، انا ساكن بقى لي 40 سنه ساكن هنا. ساكن. وبرضه خربت الموزه ولا ثلاجه ولا عفش ولا اي حاجه، كله راح. وحتى فلوس الموزه 29,000 جنيه كانوا كانوا ما لقيتش ولا تعرف. حاولتوا تتكلموا مع حد من الحكومه؟ مع مين وانا طايلين حد نتكلم مع حد؟ سالنا ولا حد راح لنا ولا حد جالنا؟ ما فيش. نتكلم مع مين؟ الحريق اول ما بدات هو لو في ناس بتشتغل صح كانت اتلمت وكانت سيطرت عليها. في ساعتين كانت ممكن تخلص الحريق. شقه واحده في الدور الاول. 9:30 بدات الساعه 9:30. انا كنت قاعد هنا 9:30 مش بعد. انت من سيدني كانت 9:30. 9:30 احنا قاعدين بصيت الدخان هبت علينا. يعني من 9:30 ندور على المطاف. المطاف قلت لي الساعه 11:30 12. مين هي طلب المطاف؟ انتوا؟ لا انا كنت هنا فوق، انا ما طلبتهمش، اللي طلبوها تحت. ما جاتلناش. طب انت اول ما حسيت ان في حريق عملت ايه؟ خدت بعضك ونزلت ولا عملت؟ طبعا المواد الدخانه طلعت علينا دخانه غيبوبه. المواد جاتني غيبوبه شالونا نزلونا على تحت. والله نزلنا بالجلابيه. انا جيت من منشيه ناصر لحد اهو شالونا ونزلت. مش هنلحق، ده النار دقت في العماره.
فرشاتنا تحت، تجينا تحت، نزلوا بضاعتهم. يعني انا معايا تحت فرشين انا وعيالي، ما لقيناش بهم حاجه، جريت على هنا عشان الحق اي حاجه، ما لحقتش. طيب انتوا قاعدين فين دلوقتي؟ احنا قاعدين في منشيه ناصر، بس مخازن وبضاعته وكل انا وعيالي هنا. لقمه عيش هنا هو بنبات هنا يا اختي، بنبات هنا وبنعيشين. ده ساكن. طيب انت يا حاج لما البيت اتحرق بالمنظر ده قاعد فين بقى من ساعتها؟ قاعد فين؟ رحت بيت عند ابني. حتى لو مالكش مكان تاني؟ ماليش مكان تاني عشان احنا غلابه كلامنا مش هيوصل ابدا. طب انت بتطالب بايه؟ هطالب يجيبوا لنا شقه ولا يجيبوا لنا يعوضونا ولا يعملوا لنا اي حاجه؟ عوض ايه اللي ولا عوض ايه؟ عوض ايه؟ 5000 جنيه عوض. يجيبوا لنا شقه. مين احنا؟